إذا لمتابعة تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وأيضا التحول الدولي نحو ضرورة صفقة جديدة لتبادل الأسرى تحت ضغط ضربات المقاومة ضد جيش الاحتلال الصهيوني، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور مامون أبو عامر، وننتظر انضمام الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي عبر سكايب من الكويت. إذا نبدأ مع الدكتور مامون أبو عامر. دكتور مرحبا بكم. يعني العملية التي قتل فيها 24 جنديا وضابطا من جيش الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية في مدينة خان يونس لا تزال تتردد أصداؤها، ولكن دكتور ما أثر مثل هكذا ضربات على الشارع في الكيان المحتل؟ بداية تحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم الدكتور علي. حقيقة العملية الأخيرة التي وقعت في المغازي وقتل فيها 21 وفي ثلاثة قتلوا في خان يونس. طبعا قتلوا ثلاث ضباط كبار وقادة ألوية وقادة سرايا. العملية كانت لها نتائج ميدانية مباشرة على الأرض، يعني بحيث أنه حدثت هزة معنوية كبيرة في داخل الجيش الإسرائيلي وداخل المؤسسة السياسية والأمنية، أن هذا الرقم كبير لم يسبق أن حدث مثله من أفعال المقاومة، أن يعني يكون مقاومين يستهدفوا الجيش الإسرائيلي ويصل هذا الرقم. سبق أن وقعت عمليات، يعني قتل جنود إسرائيليين في حوادث سابقة، لكن هذا الحادث لم يكن حادث مباشر. في جنوب لبنان اصطدمت طائرتين في الجو في عام، يعني في عام 1999، وهذا طبعا يعني كان حادث قتل فيه حوالي 80 جندي اسرائيلي. لكن الحادث الاكبر منذ بتاريخه، يعني من المقاومه تستطيع اصطياد هذا العدد. طبعا علينا ان ننتبه ان الجانب الاسرائيلي لا يذكر الارقام الحقيقيه والاسماء الحقيقيه، الارقام الحقيقيه. لماذا؟ لأنه طبعا في إشكالية كبيرة في هذا الموضوع من جانب الجيش الإسرائيلي باعتبارات الحالة النفسية في المجتمع الإسرائيلي، ويحاول جاهدا دائما أن يخفض العدد حتى يعني يحافظ يعني قدر أكبر ممكن من يعني من الصمود الاجتماعي. العملية أثرت بشكل كبير على مستويين. المستوى الأول هو زاد حدة مطالب دول الجنود الأسرى بأن العملية العسكرية غير مفيدة، وعلاوة على أنها تقتل الأسرى الذين يحاول الجيش كما يدعي أنه يريد إنقاذهم. اليوم هناك أعداد قتلى كثر في الجيش الإسرائيلي، وهذا شجع طبقة جديدة في المجتمع الإسرائيلي وهو دول الجنود الذي في الميدان الذين أصبحوا يطالبوا بإنهاء هذه العملية، وأن هذه العملية غير لن تأتي بثمارها. وهذا أدى إلى نقطة مهمة جدا، أن كثير من الأصوات التي عارضت العملية العسكرية البرية في داخل قطاع غزة وقالوا أن العملية يجب أن تكون محدودة جدا ولا يستنظر الجيش إلى فترة طويلة. وقد حدث بذلك عدد من الجنرالات الإسرائيليين، يعني الخبراء قالوا أن أي جيش، يعني هذا الكلام تحدثوا من منطق الخبرة الاستراتيجية، أنه إذا كان أي عملية عسكرية أو أي حرب يخوضها الجيوش تبدأ في حالة اندفاع كبيرة ثم تبدأ بالهدوء، ولابد أن تنتهي العملية تحقيق أهدافها بسرعة، وأن الاستمرار في العملية هو تآكل لقوة الجيش وقدرته على العمل، وبالتالي في حرب العصابات أو يسمى بحرب الغوريلا تبدأ هذه الجيوش يعني كأهداف أكثر للقوات المهاجمة بدون أن تتعرض هذه القوات الغوريلا أو العصابة حروب أو المقاومين الذين يعملون بشكل وحدات، يعني فرق مستقلة، بأن ينجحوا بتحديد مواقع القوات واستهدافها والتخطيط بشكل أريحية أكبر، لأن هذه القوات أخذت حالة الاستقرار وتغيرت من حالة الحركة إلى حالة الاستقرار، وهذا يسهل عملية الاستهداف وبشكل كبير. ولذلك هناك أصبحت ترتفع الدعوات إلى البحث عن مخارج من المعركة. إذن انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي بغدادي الكاتب السياسي الفلسطيني. أستاذ علي، أهالي المحتجزين اقتحموا اجتماع اللجنة المالية في الكنيست،
هذا الضغط الذي يمارسه الشارع بالتزامن مع كل حجم هذه الضربات التي يتلقاها جيشه، ولكن إلى أي مدى ستؤثر على قرار حكومة نتنياهو ربما بوقف الحرب أو استمرار هذه الحرب؟ تحياتي لك أخي الكريم وللمشاهدين جميعا. طبعا لا تزال تداعيات المعركة حاضرة بقوة في الداخل الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي بين المطرقة والسندان هو لا يستطيع أن ينفذ الأهداف السياسية بشكل الأهداف السياسية التي تم تحديثها من قبل الجانب السياسي لم يستطع وفشل في تحقيقها، وبالتالي تزايدت الضغوط في الداخل الإسرائيلي. أحد أهم هذه الأهداف كان الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وبات واضحا بأنه لا يمكن القيام بذلك عسكريا. حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن أسير إسرائيلي واحد إلا عن طريق التفاوض، وهذا فشل ذريع لأحد أهم أهداف الحرب الإسرائيلية. الداخل الإسرائيلي الآن يغلي، ولكن نحن نعتقد بأنه ومن خلال مراقبتنا للوضع أنه حتى هذه اللحظة لا يزال نتنياهو يملك أغلبية في الكنيست الإسرائيلي، لا يزال عنده 64 نائب من أصل 120، فحتى هذه اللحظة لا يزال نتنياهو هو شخص قوي في الداخل الإسرائيلي، والحشود هذه والضغوطات لم تصل إلى مستوى انهيار الحكومة. ولكن طبعا هذا لا يعني بأن وصلنا إلى نهاية المطاف، فالأحداث تتغير، وفي كل يوم يسقط العديد من الخسائر الإسرائيليين، ولن يستطيع الجيش الإسرائيلي ولا نتنياهو أن يقاتل إلى ما لا نهاية. سيصل حتما وليس عن وقت بعيد إلى اللحظة التي يجب فيها أن يتنازل ويتراجع عن هجومه، لأن الأعداد الخسائر الإسرائيلية في تزايد. أمس قيل بأنه أسوأ يوم في تاريخ الحرب منذ أن بدأت، وبالتالي هذا يقود سؤالا مهما على صانع القرار الإسرائيلي، أنه إلى متى طالما أن تحقيق الهدف لم يعد متاحا. طيب دكتور مأمون، في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا، شددا في هذا الاتصال على زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة. هل هذا تحول في المواقف من لدن بريطانيا والولايات المتحدة، أم أنه ربما يكون للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر؟ والله في تقديري أنا يعني لا أصدقهم، يعني لأن أنا متابع الوضع في غزة وأعيش الوضع في أهلي وأقاربي في غزة، والمتابعة مع الخاصة في منطقة شمال قطاع غزة، تشاهدون الفيديوهات حالة الجوع. يعني إذا كانت أكبر دولتين أو يعني أكبر دولة تقول تزيد مساعدات، أين تذهب المساعدات؟ إذا قررت زيادة المساعدات، آلاف الشاحنات تقف على المعبر، يعني تزيد الشاحنات حتى تقف في المعبر. يعني لماذا لا تتحرك أمريكا تجبر إسرائيل على إدخال الشاحنات من معبر رفح، يعني الذي تقف مصر للأسف الشديد دولة الشقيقة والكبيرة عاجزة عن اتخاذ قرار حاسم في هذا الأمر للأسف الشديد. يعني كيف يعني الشعب في قطاع في غزة سيموتون جوعا في قطاع غزة، على يفصلهم جدار، يفصلهم أسلاك شائكة. يعني لو قاموا المصريين من جانبهم بإلقاء الخبز عبر السلك لكان أطعموا سكان قطاع غزة. للأسف الشديد يعني، فهذا يعني هذا وضع كارثي. يعني لا أحد يهتم بأمر قطاع، هذه أحاديث دعاية، لأن الواقع والصور تفضح جرائمهم، هم شركاء في الجريمة، وهذا هذا حديث الاستهلاك. يعني طب هذا الحديث سمعناه منذ بداية الحرب، قالوا طلبوا تأمين وصول المساعدات، وجاء وزير الخارجية ورئيس مجلس الأمن القومي وكيربي وجاك سوليفان والرئيس نفسه بايدن تحدث في هذا الموضوع، وجاءوا إلى المنطقة وقالوا أن إسرائيل تتخذ إجراءات. جاك سوليفان قال أن إسرائيل تتخذ إجراءات غير مسبوقة من أجل حفظ أمن وسلامة المواطنين. وجيك كيربي هذا يعني الصهيوني يعني المتعصب اليوم يتحدث عن إجراءات مهمة جدا من حماية المدنيين وإدخال الطعام، والناس تموت جوعا.
يعني هذه الإجراءات النوعية الفريدة، الناس تذبح في خان يونس وتقصف، تقصف مقرات الإيواء التابعة للأمم المتحدة، من يجرؤ يفعل هذا الكلام؟ طيب أقول لك شيء، يعني بالعادة، بالعادة جرت العادة أن المؤسسات والدول والحد الأشخاص عندما يكونوا في وضع المحاكمة يقوم بترتيب أوراقهم وحاول تسوية أوضاعهم، حتى إذا دخلوا المحاكمات وذهبوا لمواجهة التحقيق يكون الأمر يعني لإبطال المفاعيل التهم الموجهة إليهم. لكن تصور ماذا تغير، يعني في عندما قدمت جنوب أفريقيا التهم الموجهة، قتل الناس الأبرياء، تدمير المباني، الاستهداف المؤسسات الصحية، منع الطعام، هل تغير شيء؟ لم يتغير شيء. صحيح. طيب هذا يدل على ان يعني هذا بيرجع على مين؟ نرجع على للرئيس الامريكي وهم ورئيس الوزراء البريطاني. نعم. الذين هم يعني قادة النظام الدولي، اذا كانوا لم يرعوا هذه الاسس القانونيه ويساهموا في تثبيت قوه العداله الناجزه في النظام، قوه العداله الدوليه، هذا يشير الى ان اسرائيل تدرك تماما انها اما انها اكبر من الامم، من الولايات المتحده الامريكيه، واكبر من محكمه العدل العليا، او انها ان هناك من يضمن ما يضمن لها السلامه من هذه المحاكمه. نعم. محاكمه، بالتالي هي تقوم بهذه الاجراءات، وبالتالي ما يتحدث به المسؤولين الامريكان هي كلام فارغ لتعبئه الفراغ ولتبرير المواقف حتى لا يأخذ عليهم حجج. أستاذ علي، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الأخير هددوا بفرض عقوبات على الاحتلال جراء استمرار الجرائم ضد المدنيين، سواء كان في قطاع غزة أو في بقية المناطق الفلسطينية. هذه الضغوط على المستوى الميداني وأيضا على المستوى الشعبي، هل سيقبل نتنياهو في وقف الحرب، تعتقد ذلك أستاذ علي؟ يعني نتنياهو والكيان الصهيوني كله في عزلة دولية الآن، وبدأ يفقد كثير من أنصاره ومؤيديه، وكثير من الدول أخذت بإعادة حساباتها. صورة الضحية الإسرائيلي الذي عملوا عليها طوال عقود من الزمن ضربت في مقتل، وكان لمحكمة العدل الدولية والموقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، حتى لو خرج الحكم بأي يعني مهما كانت النتيجة، فمجرد اتهام وإدانة إسرائيل بأنها دولة تمارس الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي، هذا أمر يطعن في صورة هذا الكيان. الموقف نتنياهو موقف محرج أمام العالم، هو حريص على إبقاء الائتلاف الداخلي مع المجانين الذين عنده في الحكومة، سموتريش وبن غفير، وبالتالي هو ليس أمامه إلا إما أن يستمر في موالاة هؤلاء اليمين المتطرف في داخل الحكومة الإسرائيلية على حساب السمعة الدولية وشكل إسرائيل وتحالفاتها وعلاقاتها الدولية، أو يختار العكس. هو لا يملك خيارات كثيرة، ولكن واضح أنه هو يختار الإبقاء على حكومته. وأيضا هؤلاء اليمينيون المتطرفون يعتقدون أنهم أمام فرصة تاريخية، إذ أنه لو انهارت هذه الحكومة لن يعود بإمكانهم تشكيل أو ممارسة التأثير والنفوذ في أي حكومة أخرى. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الحرب أظهرت مدى نفاق العالم الليبرالي والعالم الغربي الذي كان يتكلم وينظر في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والتسامح، هم الآن أمام يعني مفترق طرق، وعليهم أن يختاروا إما أن ينقلبوا على أنفسهم وعلى مبادئهم التي أخذوا بسبب هذه الدعاوى سمعة في العالم ومكانة في العالم باعتبارهم رعاة لحقوق الإنسان والحريات، إما أن ينقلبوا على هذه الدعاوى أو فعلا يتمسكوا بها، وبالتالي لا مناص من الوقوف في موقف مناهض للكيان الإسرائيلي. دكتور مأمون، وكالة رويترز تحدثت عن مشروع اتفاق وصفته بأنه قد وصل إلى مرحلة النضج على حد وصفها، هدنة لمدة شهر، تبادل أسرى، وهناك أنباء عن وصول وفد من المقاومة إلى القاهرة لمناقشة ربما هذا الاتفاق. هل تعتقد أن المقاومة ستقبل بهكذا عرض؟
المقاومه يعني لا تعترض على مبدا التبادل الاسرى. الفحوى او بنود هذا الاتفاق هو الذي حاسم، الذي يقول ان المقاومه تقبل او لا تقبل. المقاومه شرطها الاساسي هو وقف العدوان. اذا كانت هذا المسار سيؤدي الى وقف العدوان وتعمير قطاع غزه، هذا يعني سيكون مرحبا به. لكن اذا كان هذا المسار فقط هو للحصول على الاسرى الاسرائيليين وارجاعهم الى اهليهم بدون ان يكون هناك مخرج او مصلحه فلسطينيه، فاعتقد ان الامر ليس بالهين القبول بهذه المعادله. اعتقد ان الايام ستكشف مثل هذا الامر، لان هناك احاديث متعارضه في هذا الموضوع. هناك مصادر اسرائيليه تقول ان هناك فجوه ما زالت قائمه، هناك من يتحدث عن هدنه مقاومه طلبته هدنه 3 أشهر وليس شهر واحد. طبعا هذا الامر يعني منوط للايام القادمه، ماذا سيحدث في الايام القادمه؟ وكيف يمكن يكون ان يعني قضيه الافراج عن الاسرى ووقف العدوان ثانيا، وقف الافراج عن الاسرى الفلسطينيين المحبوسين في احكام عاليه، طبعا هذا يعني مطلب اساسي وهم بالالاف بالالاف. طبعا هذا كله وقف العدوان المستمر وانسحاب القوات ايضا من قطاع غزه. اذا تحقق الامر نعم ممكن ان يكون، لكن بدون ذلك دعنا ننتظر. يعني أستاذ علي، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة يائير لابيد قال إنه سيدعم أي اتفاق لإخراج المحتجزين حتى لو كان هذا مؤلما على حد وصفه. هل هذه مناكفة سياسية أم تعتقد أنه نوع من الإحباط من الأداء الهزلي لجيش الاحتلال؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. دكتور مأمون، يعني المعضلة الآن تتجسد في الضمانات. هل هناك من ضمانات لوقف لإطلاق النار شامل في قطاع غزة تعتقد ذلك؟ أعتقد أن ما يدور حديث حول ضمانات دولية. نعم. لكن طبعا الضمانات الدولية مهمة جدا في هذا الموضوع. إذا كان الحديث يدور عن حل شامل، أعتقد ممكن أن تسير الأمور تكون ضمانات، لأنه عملية الإعمار تحتاج إلى أموال، والداعمين لن يكرروا عملية الإعمار كما حدث في قطاع غزة 2014. يعني دفعوا حوالي 4.5 مليار، ثم جاء التدمير أكبر بكثير، ذلك قد يحتاج إلى 10 أو 12 مليار دولار إصلاح الوضع قطاع غزة، وربما يفوق ذلك، يعني هذا الرقم. لذلك أعتقد أن الضمانات مهمة جدا في مثل أي اتفاق، إذا كان هذا الاتفاق سيؤدي إلى وقف إطلاق النار. لكن أعتقد أن لن يكون هناك ضمانات بدون أن يكون هناك مسار سياسي. إذا كان هناك مسار سياسي تبع وقف إطلاق النار، فأعتقد هذا أكبر ضمانة إن لا تعود الأمور للمواجهة. أما بدون مسار سياسي فأعتقد أن هذا سيكون وقف مؤقت لإطلاق النار، وإسرائيل سرعان ما تقوم بقلب الانقلاب على الاتفاقيات. وهنا شاهدها إسرائيل كيف أنها تنقلب على اتفاقية أوسلو، وكيف تقوم الآن بدل أن يؤدي مسار أوسلو إلى إقامة دولة فلسطينية. نتنياهو يعني بصريح العبارة أنه لن يقبل بدولة فلسطينية بين النهر والبحر، وانه ان المنطقه بين النهر والبحر هي سيجب ان تكون خاضعه للامن الاسرائيلي، يعني ما فيش دوله فلسطينيه. فاين سيذهب سيكون المسار؟ اذا هذا المسار سيؤدي الى مسار تفجري اخر. يعني اذا وقف اطلاق النار في المرحله الحاليه، فاننا بانتظار المواجهه القادمه. استاذ علي، في مساله وقف اطلاق النار، الاطراف الضامنه من تعتقد انها تتولى هذه المهمة بكل أمانة أستاذ علي البغدادي؟ يعني من الواضح أن الطرف القطري هو الطرف الذي يقوم بمهمة كبيرة جدا وباحترافية فيما يتعلق بقضية الوساطة وضمانة وقف إطلاق النار. نعم. وأعتقد أنه بالإضافة إلى الجانب التركي والجانب المصري والأمم المتحدة بإمكانهم جميعا أن يلعبوا دورا إيجابيا في قضية ضمانة وقف إطلاق النار.
طبعا وتبقى الضمانة الأساسية هي صمود الشعب والمقاومة وإصرارهم على الموقف الواضح بأنه لا هدى ولا صفقة تبادل الأسرى إلا بوقف كامل وشامل لإطلاق النار. نعم. بعد هذا العدد من الضحايا، الشعب الفلسطيني قدم حتى هذه اللحظة فوق 30,000 شهيد إذا حسبنا أيضا من هم تحت الأنقاض، و60,000 جريح، يعني أتكلم عن عدد قارب 100,000 من الإصابات بين قتيل أو شهيد وجريح، وهو يماثل 4% من سكان غزة. لا يمكن بعد كل هؤلاء الضحايا أن يرضى بأقل من الوقف الكامل والشامل للنار، ثم بعد ذلك فك الحصار وإدخال المساعدات بكميات كبيرة وتحسين حياة غزة، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق على ترتيب البيت الفلسطيني، ثم الانطلاق إلى وضع قضية فلسطين في المشهد الدولي وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. هذه الضحايا لم تذهب سدى، هذه الضحايا لأن هناك قضية واضحة وقضية عدل متفق عليها ومجمع عليها بين الجميع، وبالتالي العالم كله ومطالب بأن يقوم بدور فعال من أجل حل هذه الإشكالية من جذورها. عبر سكايب من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور مأمون أبو عامر، وكان معنا عبر الهاتف من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي. شكرا جزيلا.